أهلا بكم. إذن هناك مخططات خارجية وأجندات عمل على أساسها شركاء نكبة 11 من فبراير الذين استغلوا طاقات وحماس الشباب لتنفيذ أجنداتهم وتستروا خلف مطالب الشباب البريئة والتي استقبلها في حينه الزعيم علي عبد الله صالح بصدر الرحب، ودعاهم أيضا لتشكيل حزب سياسي يتم الاعتراف به ومن خلاله يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وذلك طبعا في إطار الحفاظ على ما تحقق اليمن من منجزات وخصوصا في الجانب الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير. لكن مخططات المنتفعين أيضا والمرتهنين للخارج أصرت على جعل الشباب مطية لتحقيق أهدافهم المتمثلة بتدمير الوطن والانقضاض على الجمهورية ومكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وجعلوا اليمنيين يعيشون اليوم أسوأ حالاتهم، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، وباتت بطونهم خاوية نتيجة لشعارات وثورات كاذبة وأيضا شعارات شركاء النكبة وأصواتهم التي عرفت آنذاك بالصدور العارية. إذن خراب ودمار وأيضا اقتتال وشرخ في النسيج الاجتماعي يصعب يعني تلافيه في الأيام القليلة القادمة. أثرت هذه المفارقات جميعها بشكل كبير على حياة اليمنيين وجعلتهم يعيشون أسوأ حالاتهم بين النزوح والشتات أو البقاء تحت سلطة الكهنوت الذي يمارس بحقهم أبشع وسائل الامتهان والابتزاز بحق اليمنيين بشكل عام، بعد أن عاشوا عقودا من الزمن متساوون في الحقوق والواجبات. لتأتي هذه النكبة، وأقصد بهذه نكبة فبراير، على كل المنجزات التي تحققت، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بمثل هذه المناسبة. يظل السؤال، ما هو المنجز الوحيد يعني لهذه الاحتجاجات أو ما سميت بثورة 11 من فبراير؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأكارم، مشاهدين الأكارم، ولكن بعد أن نذهب لمتابعة هذا التقرير. نصف الحاضر وكل المستقبل، عبارة لطالما رددها رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح في تأكيد على الأهمية التي أوليت لهذه الشريحة خلال أكثر من ثلاثة عقود، وتمثلت في التنمية التي شهدتها القطاعات الحكومية كافة، بدءا بقطاعي التعليم والصحة وغيرها من المنجزات في البنية التحتية والمشاريع الوطنية العملاقة، بما فيها قطاع الشباب والرياضة الذي شهد طفرة قياسية لدى استضافة بلادنا خليج 20 أواخر العام 2010. السلام الوطني اليمني عزف قبل قليل. البهاء الرياضي والألق الشبابي والتطور في مختلف القطاعات الحكومية لم يرق لأعداء النجاح، وما هي إلا أشهر قليلة حتى عمل أدعياء التغيير مما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك على نسج خيوط التآمر المشترك من خلال التغرير بالكثير من الشباب، مستغلين حماسهم في تمرير المخطط الرامي إلى إسقاط النظام واستبداله بالفوضى الخلاقة. لكن الزعيم علي عبد الله صالح بحكمته قطع الطريق عليهم من خلال التعاطي بإيجابية مع مطالب الشباب، وعننا على استعداد للتعامل مع الشباب وبشكل إيجابي، ولهم الحق أن يشكلوا حزبا سياسيا سنعترف به. كان ذلك الصوت الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وتحولت مطالب الشباب إلى حق أريد به باطل، وظهر ذلك من خلال استغلال حماستهم بالدعوة إلى اقتحام بعض المقار الحكومية، بل والزحف نحو القصر الجمهوري وكل همهم رحيل النظام. حطوا راسهم في رأس النظام، أهم شيء عندهم رحيل النظام، وترحل النظام وتتقسم البلد، تروح مشيخيات، تروح أي سلطنات، تروح إمامية، تروح كيف ما راح، يهمهم رحيل النظام. ومن أجل عدم إراقة مزيد من دماء الشباب الطاهر، تسامت القيادة السياسية فوق الجراح التي خلفتها العملية الإرهابية في جمعة رجب الحرام بتفجير دار الرئاسة، وتم تسليم السلطة طواعية للحفاظ على ما تحقق لليمنيين من إرث ديمقراطي، وبهدف إرساء الانتخابات للتداول السلمي للسلطة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الدولة.
شريكا فوضى الساحة جماعة الإخوان المسلمين وميليشيات الحوثي فور الوصول إلى السلطة بموجب المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، رموا بأحلام الشباب جانباً وبدأوا التفكير بمشاريعهم الضيقة، ما خلق بينهم حالة صدام عسكري امتد من محافظة صعدة مروراً بعمران حتى صنعاء، وكان الرابح فيها ميليشيات الحوثي بعدما أحكمت قبضتها على العاصمة في سبتمبر عام 2014، لتشعل حربا في عموم محافظات الجمهورية يتجرع المواطن ويلاتها منذ أكثر من 5 سنوات. الدولة المدنية والتوزيع العادل للثروات وقانون العدالة الاجتماعية لم يعد لها وجود في قاموس الإخوان المسلمين وميليشيات الحوثي بعدما أصبحوا في سلطة الأمر الواقع داخل البلاد وخارجه، بل جعلوا من الشباب مجرد أداة للتربح من خلالها وتغذية الحرب في مختلف الجبهات كي تزيد أرصدتهم وحساباتهم البنكية على حساب الشباب وشعب يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يجب أن لا ننسى أن هناك سياسيين من كافة الأطراف يعتاشون من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية. تقرير لجنة الخبراء الأمميين الصادر أواخر ديسمبر المنصرم وكل التقارير الأممية السابقة تشير إلى حالة الفساد المستشري في الحكومة اليمنية التي نخرت فيها جماعة الإخوان المسلمين أو في ميليشيات الحوثي التي استولت على مقدرات المناطق الخاضعة لسيطرتها. لتزيح هذه التقارير النقاب عن الوجه القبيح لمن وصلوا إلى السلطة على رقاب ودماء الشباب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، أرحب بضيفي الكريمين علي مسعد اللهبي عضو مجلس النواب وأيضا العميد جميل المعمري المحلل العسكري. أبدأ بالأستاذ علي مسعد اللهبي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. يعني إذا تحدثنا قبل ذلك عن الديمقراطية قبل أن نصل إلى التحدث عن هذه النكبة، كانت هناك استراتيجية لإرساء الديمقراطية. لو تحدثنا أيضا عن المؤتمر الشعبي العام الذي أرسى مداميك مثل هذه الاستراتيجية الديمقراطية في العام 81، أيضا قامت شكل لجنة لانتخاب أعضاء مجلس أو أعضاء المؤتمر الشعبي العام، تم اختيارهم في العام 82 وأيضا اجتماع الإقرار الميثاق الوطني. كيف تنظر إلى هذه البداية الديمقراطية؟ حياك الله أخي. مرحبا بك. تفضل، هل تسمعني؟ ألو أسمعك. ألو. نعم أسمعك. أيوة. كنت أحد. نعم تفضل. على كل حال سمعت سؤالي ولا أعيد عليك السؤال؟ لا لا سمعت. أنا بالنسبة إنه سمعتك إنه إن كانت اليمن قطعت مشوار كثير في المجال الاقتصادي. نعم، وبالذات المؤتمر الشعبي العام في بداية تشكيلاته في العام 82 من عام 82 بدأ في العملية الديمقراطية واستمر. نعم. يعني داخل المؤتمر بما في ذلك المؤتمر يعني في تكوينات محافظات بالعمل الديمقراطي والانتخابات. نعم. فالعمل الديمقراطي كان نهج الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح وكان نهج المؤتمر الشعبي العام. نعم. ولكنه أزعجهم هذا النهج الديمقراطي لأن شعبيتهم لم تمكنهم من الوصول للسلطة، فتجهوا إلى نكبة 11 فبراير. بالرغم أستاذ علي بأنهم شاركوا حتى 97 وأيضا لم يتم إقصائهم طيلة من بعد 97، يعني كانوا من العناصر الفاعلة لم يتم إقصائهم. أيوة. نعم. أيوة إحنا كنا نتكلم الآن على المجال الديمقراطي، أما نعم. بالنسبة لو تكلمنا على الفساد الذي كانوا يدعوه، هم كانوا شركاء الحكم طوال 33 سنة، كانوا شركاء وهم كانوا هم المفسدين، كانوا يفسدوا ويحسبوا فسادهم على المؤتمر. نعم. إذن كيف نجحت هذه الاستراتيجية الديمقراطية الذي أرساها المؤتمر الشعبي العام، خصوصا أن كانت تجربة جديدة على اليمن؟ نجحت بحنكة القائد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله،
نعم. كان مؤمن في العمل الديمقراطي، وكان يقول انه البديل الأسوأ من عدم الديمقراطية هي لا نترك الديمقراطية. نعم. فكان حريص على الديمقراطية زعيم علي عبد الله صالح في كل مؤسسة الدولة، وما في ذلك أقول لك حتى داخل الحزب، وكان أيضا يحرص على عدم إقصاء الآخرين. كان يحكموا على المؤتمر كل المكونات السياسية كانت تحكم في ظل المؤتمر وتفسد وتحسب فسادها على المؤتمر. نعم، وكانت هناك مساحة أيضا للحرية. أنت ذكرت أو تطرقت أستاذ علي لنقطة هامة، أن الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله بأنه أرسى هذه الاستراتيجية. أيضا الرئيس صالح في العام 83 قدم استقالته من رئاسة الجمهورية، وقال لكي نثبت للعالم بأننا شعب حضاري. إذا لم يكن الرئيس في تلك الفترة ولا بعدها متمسك بالسلطة. من متى؟ عام كم؟ في عام 83 قدم استقالته من الرئاسة، حتى تم إعادة انتخابه من قبل المجلس الأعلى. نعم، علي عبد الله صالح يعني فعلا هو صعد أول صعوده عبر المجلس الشعب التأسيسي. نعم. ثم استمر في العمل الديمقراطية ولم يأتيها بالقوة، أتى عن طريق الصندوق. نعم. فأيضا أنا أؤكد أنه كانوا يدخلوا إلى المؤتمر شخصيات ليست مؤتمرية وتسللوا للحزب ويفسدوا وهم وزراء وهم مفاصل الدولة باسم المؤتمر، محسوبين على المؤتمر وهم ليسوا مؤتمر، وكانوا يفسدوا إلى ظهر المؤتمر. لا، حتى أنه الآن طمعت الرؤية، شوف وضحت الرؤية من هو المؤتمر ومن هو غير المؤتمر، ولذلك هم كانوا يفسدوا باسم المؤتمر من أجل يحرقوا المؤتمر. وبالتالي في أقرب موجة ذهبوا مع التيار أستاذ علي. أيوة، في 2011 ذهبوا مع الشعب يريد إسقاط النظام. بعدين الآن أسقطت النظام، أيش وفرت الشعب اليمني الآن؟ أنت الآن يعني رحلت التنمية، رحلت التعليم، رحلت الأمن، رحلت المرتبات الناس، يعني رحلت الصحة، رحلت كل شيء. نعم. لكن ما يعني كنا أنا كنت أتمنى يا أخي العزيز، كنت أتمنى إنه في هذا السنة أو في هذا الذكرى الأخيرة إنه سيعقلوا. والله ما كنت متوقع إنه يحتفلوا في هذا السنة، كنت أعتقد إنه خلاص يعني قد عادوا إلى رشدهم. والله كلنا يا أستاذ. للأسف الشديد مصرين، وهم دارين وهم عارفين في داخل أنفسهم أنهم مخطئين وأنهم دمروا اليمن. نعم، ولكن يبدو العزة بالإثم يا أستاذ علي. يعني لا ندري ما هي النتيجة. نتيجة واحدة فقط يعني إيجابية لهذه الثورة أو ما سميت بالثورة. أستاذ علي خليك معي، بس أرحب بسيادة العميد جميل المعمري المحلل العسكري. مرحبا بك. أهلا بك يا أخي والأخوة المشاهدين. مرحبا بك. إذا كما تحدثت مع الأستاذ علي، بدأت من البداية طبعا إرساء الديمقراطية، حكم الشعب نفسه بنفسه، يعني كان في هناك استراتيجية معينة لإرساء الديمقراطية في البلد، ولو أن البلد يعني في تلك الفترة مرت بعراقيل ومراحل كانت صعبة، ولكن أيضا تلافها الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله. إذا هذه الديمقراطية وهذا التأسيس للديمقراطية كيف تحقق في تلك الفترة، وأيضا حتى وصول الاحتجاجات في عام 2011؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لتلك الفترة التي بدأت منذ عهد زمن عبد الله صالح وصولا إلى 2011، مرت بمراحل عديدة، كان أهمها تحقيق الوحدة اليمنية، كان أهمها إخراج النفط، كانت أهمها إنتشار
الجامعات في كل أرجاء الوطن، كان هناك حرية وديمقراطية وتعددية سياسية وحزبية لم تنعم بها اليمن في أي عهد من العهود السابقة إلا فيما بعد الوحدة. يعني هناك تحققت إنجازات كثيرة ومواتنة الديمقراطية والتعددية الحزبية إن لم تكن في المنطقة سيادة العميد، يعني إن لم تكن في المنطقة بشكل عام، يعني كثير من 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 الفئات الدينية أو ما تسمي بنفسها بالدين كان لها مساحة حرية كبيرة. نعم تفضل. بالضبط. فعندنا بدأنا في 2011 وأنا كنت أحد المخدوعين بما حدث في 2011 ونزلنا في ساحات 2011. نعم نعم. هذه كانت نكسة وطن، كانت هناك طموح كبيرة لإزاحة الفاسدين في السلطة والتي تحدثنا حينها عندما ذهبنا إلى الزعيم على عبد الله صالح. طيب في البداية سيادة العميد، يعني أنا علمت بأنك أنت كنت أحد الذين ذهبوا إلى الرئيس في تلك الفترة، ولكن في البداية أيضا ما هي مطالب الشباب في البداية؟ طبعا مطالب الشباب كانت أهدافنا واضحة، كانت الأهداف هي إزاحة الفاسدين من السلطة، وكنت أنا أعتقد في أول يوم خرجنا فيها كنت أقول لهم نريد أن يكون شعارنا الشعب يريد إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام، لأن معنى إسقاط النظام أننا سنستبدل النظام بالفوضى. بالفوضى نعم. يعني نعم. أنت مطالب بإسقاط النظام بمعنى أنك تطالب بالفوضى. كان يعني بأول خطاب ألقيته وأعتقد أنه تم تصديقه في بعض القنوات أننا حتى شعاري كنت أقول الشعب يريد إسقاط الفساد، وأعني بالفساد الفاسدين الذين فيما بعد قاموا بالانضمام إلى الساحات هروبا من المحاسبة وذهبوا وأعتقد أن المؤتمر الشعبي نعم كان تنقى بشكل كبير. طيب يا سيادة العميد، يعني أنت كنت من المخدوعين أو كثير من الشباب اللي كانوا مخدوعين في البداية بمثل هذه الشعارات، وأيضا حتى أن تتحدث عن شعار الشعب يريد إسقاط النظام يعني إرساء الفوضى. بعد ما انضم الفاسدون الذي أنتم يعني من المفترض أن أنتم خرجتوا ضد هؤلاء الفاسدين، بعد ما انضموا إلى الساحات ما هو كان يعني موقف الشباب من هذه الفعالية التي رحبوا بهم في الساحة؟ طبعا الشباب المستقل والشباب الوطني الحقيقي الذي خرج ينادي بتصحيح يعني الوضع في البلد كان لديه اعتراض كبير عن انضمام الفاسدين، وبالذات عندما اعلن علي محسن انضمامه، وانا كنت احد المتحدثين وكنت انا رئيس ائتلاف الضباط الاحرار في الساحه، وقلت لهم لا يمكن ان نتقبل اكبر فاسد في البلد هو علي محسن عندما ينضم الى. فكان رد التجمع اليمني وقيادات التجمع اليمني للإصلاح أنه سيكون هناك محاسبة فيما بعد، دعونا الآن نتحالف مع حتى الشيطان من أجل أن نسقط النظام. قلنا لهم لا يمكن أن نتحالف مع شيء. من النظام؟ من النظام يا سيادة العميد؟ من النظام؟ كان يقصدون به الزعيم علي عبد الله صالح. يعني الزعيم علي عبد الله صالح فقط، يعني من النظام في تلك الفترة طالما ومعظم الفاسدين كانوا في الساحة. خلينا بس نرجع سيادة العميد للتحدث عن المطالب التي أنتم قدمتموها للرئيس في تلك الفترة، وأنت كنت من ضمن الذين ذهبوا لمقابلته. طبعا عندما ذهبنا إلى الزعيم علي عبد الله صالح أنا كنت على قناعة تامة بعد ما دخلنا في خلاف شديد مع تيار التجمع اليمني لصلاح الساحات، وكان هناك وصل إلى درجة محاولة اغتيال في إحدى المرات في تعز، وبعدها شعرت أننا نمر بمؤامرة خبيثة يريدون فقط استغلالنا لتحقيق أهداف معينة وأجندة خارجية معينة. اتضحت الصورة لنا وللكثير من كانوا في الساحات ممن تجنبنا ذلك فانسحبنا من داخل الساحات. فبعدها ذهبنا قلنا أنا قلت لبعض الزملاء يجب أن نكفر على الأقل عن ما اقترفناه من ذنب في نزولنا إلى الساحات وما وصل إليه الوطن من حالة شتات ودمار، فعلى الأقل نذهب نكفر عن هذه السيئة ونذهب نعتذر من الأخ الزعيم علي عبد الله صالح، ورغم أن الزعيم علي عبد الله صالح كان قد خرج من السلطة وسلم السلطة ولم يكن لدينا أي أهداف شخصية أو أغراض لتحقيقها، فقلنا الرجل قد تنحى عن السلطة لكن من واجب من ضمير أن نذهب لنقابل هذا الرجل الذي ظلمناه والذي خرجنا لإسقاط نظامه واليوم
لحق الرعويلات هذا السطور. فذهبنا الى الاخ الزعيم علي عبد الله صالح، تقبلنا برحابه صدر، كان استقباله اكثر من رائع. قال لنا يعني ماذا اتيتم؟ انا القيت ذلك اليوم كلمه الاخ الزعيم علي عبد الله صالح، كلمه الاعتذار التي تقدم بها جميع الضباط الاحرار في الساحه. فقال لي بعد ما انهيت القاء الكلمه، قال لماذا تعتذرون؟ قلت له اننا شعرنا اننا اذنبنا ويجب علينا ان نعتذر بكل شجاعه. قال انتم لم تذنبوا، انتم كنتم على حق، خروجكم كان على حق. كان يوجد فساد في السلطه، الفاسدون الذين انا ربيتهم والذين علمتهم في افضل الكليات وافضل الجامعات عادوا لينهبوا ويسرقوا ويفسدوا في البلد، ومن ثم قال ذهبوا الى خارج الوطن يتامرون على وطنهم. هؤلاء قال كان يجب ان يسقطوا من النظام، وانا اخطات انني جعلتهم في النظام. فقلنا له مع ذلك نحن نشعر بالذنب ونشعر اننا كنا مخطئين في خروجنا، وخروجنا هو الذي دمر البلد واوصلنا الى هذه الحاله. ف يعني شعرنا من كلام الزعيم انه اب حقيقي لكل من تقبلنا برحابة صوت، تقبلنا بشعور يعني رجل يحمل. لم تكن لديه يعني روح الانتقام او الحقد، وهذا طبعا موجود في تاريخ العفو العام في كل المراحل او في كل التي خاضها مع اعداء. اذا دعني اذهب الى الاستاذ علي اللهبي. استاذ علي، يعني طيب كما تحدث بأن العميد جميل المعمري ذهب إلى رئيس الجمهورية في تلك الاحتجاجات، وبعد كل ما حدث والرئيس يعترف بوجود الفساد ويعترف بهؤلاء الشباب ويعترف بالمطالب، كيف ترى إلى تعامل الرئيس في تلك الفترة؟ أيوة أخي، الحقيقة أنه بنلاحظ خطاب الزعيم رحمه الله في بداية تحرك الشباب. نعم. واليوم قال لهم أنا معاكم أنا معاكم، يعني كأن الرئيس مؤيد لمطالب الشباب ليتخلص من الفاسدين. بالضبط، يعني ساعدوني نتخلص من الفاسدين. نعم، الفاسدين أدركوا يعني، لأنه عندنا مثلا يمني يقول إذا سارق تطن، فأدركوا أن هم الفاسدين وأن الشباب بدأ يخرج وأن الزعيم استجاب، حتى انهم منعوا الزعيم، طلبنا شباب يكونوا وفد يتحاوروا معه ويلتقوا حتى بالجامعه. صحيح. ولكن منعوهم ولا وعملوا على قطع اللقاء بينهم وبين الزعيم، لان انا اشتي اقوله ان كان الزعيم كانت بالنسبه له فرصه، وكانت لنا كل انسان شريف تمام، كنا نشتي نتخلص من الفاسدين الذي كانوا عبء على المؤتمر، والذي كانوا عبء على الزعيم، والذي كانوا عبء على الوطن. فاستطاعوا أنهم يركبوا الموجة فعلا، يعني حسوا بالخطر أستاذ علي، يعني أدركوا يا بالخطر حتى كان في معي مداخلة أنا وعبد العزيز الجباري في 2011، وهو يعني زميلي الله يفتح عليه طلع باسم المؤتمر، وبعدين يلا مثل الآخرين كثير ما أسميهم تمام. الذي على كل حال كنا في مقابلات في الفضائية اليمنية، وقلت لهم يا أخوان إحنا ضد الفساد، لكن تعالوا نبحث أين الفساد. ثم أشعاركم هذا يجب أن يحول من الشعب يريد إسقاط النظام إلى الشعب يريد إصلاح النظام. صحيح تمام. صحيح. هم عارفين أنه لو دققنا ووقفنا بجد وتأني من الفاسدين سيكونوا هم. نعم. لذلك كان شعارهم، وإلى اليوم يعني هو المغالطة والمكايدة السياسية والحقد السياسي. نعم، ولم يكونوا كاذبين أستاذ علي، يعني الشعب يريد إسقاط النظام، فعلا سقط النظام وأتت الفوضى. إذن في البداية، بداية الاحتجاجات، ظهر الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله يدحض بعض الادعاءات، التوريث، التمديد وغيرها، يعني كان بصريح العبارة، وتم دعوة الشباب لتشكيل حزب وسيتم الاعتراف به وتلبية مطالبه، كما أن تحدث أنه قام مجموعة من هؤلاء بمنعهم أو الالتفاف على مطالبهم. كيف
أيضا اتخذ هؤلاء من الشباب مطية ونجحوا طبعا في التسلق على ظهورهم. أيوة، لأنه يعني زي ما ذكرت الزعيم بدأ خاطب الشباب قال مطالبكم حقه، نعم، كونوا لكم حزب، كونوا لكم وفدة تفاوض معه، فأدركوا أنه لقاء الشباب مع الزعيم سيقضي على الفاسدين وهم الفاسدين، فمنعوا تكوين هذا الحزب بين الشباب الشرفاء الذي خرجوا بقصدهم ضد الفساد، ما كانش ضد الزعيم علي عبد الله صالح، وهم كثيرين اثبتوا انهم فعلا صادقين، نظنهم امثال العميد جميل المعمري اليوم الذي انا اشكره امثاله الذي فيهم الرجوله والشجاعه والبطوله، انهم قالوا احنا اخطأنا. هذا لهم الرجال الصادقين، هذا لهم الرجال الذي يحملوا الوطنية، لكن الذي هم فاسدين، هم ركب الموجة ويدعوا بالفساد على غيرهم. فوصلونا لما كنا حتى الآن في من يدعي لتوحيد الصف. طيب أخي، تدعي لتوحيد الصف، أنت ترميني بالفساد وأنت الفاسد. نعم، الآن ترميني بالفساد وانت الفاسد، ترفيني بالدمار وانت دمرة الوطن، وعادك مش مستعد تعتذر للشعب اليمني. احنا ما ليش اعتذروا للزعيم الله يرحمه، اعتذروا للشعب اليمني، دمرتم الشعب اليمني. يعني الان الشعب اليمني يموت، لا مرتبات، لا صحة، كما البترول اليوم معبش حياة للشعب اليمني، واحنا يعني نحتفل، يحتفلوا بعضهم، يحتفلوا في مارب، قالوا أنا والله ما كنت أتوقع. وأنا أقول لمن يدعو إلى توحيد الصف، عليك يا من تدعي توحيد الصف كان أن تدعي إلى الاعتراف والاعتذار للشعب اليمني. نعم، نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي مسعد اللهبي عضو مجلس النواب. أعود إليك سيادة العميد، يعني كما تحدثت أنت وتحدثت طبعا عن زيارتك للزعيم، زيارتكم طبعا للزعيم علي عبد الله صالح ورحابة صدر الرجل، وكيف كانت المقابلة، وأنه أبدأ استعداده لتنفيذ، لا قبلها كان يبدي استعداده طبعا لتنفيذ مطالب الشباب، واعترف بالفساد والفساد، كل هذه الخطوات التي كان يريد تطبيقها، ولكن لم يرد أصحاب الفوضى والذين التفوا على مطالب الشباب تنفيذها. إذن لو تحدثنا عن وضع الجيش في تلك الفترة طبعا وانشقاق الجيش، كيف أثر على الأمن العام في البلد؟ طبعا بالنسبة لانشقاق الجيش، أنا أتذكر ذاك اليوم كنت في الساحة عندما بدأ بإعلان علي محسن الأحمر، كنا يعني بالنسبة للأفراد والضباط يعني لا نتجاوز عدد أصابع اليدين يعني الموجودين في الساحة حتى إعلان علي محسن يمضي معه. أنا أتذكر وأنا أشاهد المقطع وهو يعلن تأييده لثورة الشباب، والله إن أنا تأثرت في رؤية التلفزيون أمام الشباب بالكامل في الساحة، أقل يعني أعتبر أكبر إنجاز انضمام علي محسن. هذا قلت لهم أقسم بالله إنني أشعر أن هناك مؤامرة على الشباب على الثورة من هذا الإعلان. قالوا لي ليش كذا متشائم؟ قلت لهم أنا عندما أتشائم من شيء عندي حاسة سادسة، لا يعني أشعر أن هناك مؤامرة يعني ستحدث عن الشباب. وبالفعل كان من بعدها بدأت اللقاء المشترك يسيطر على الساحات، وبدأوا يركبون على أكتاف الشباب ويركبون الموجة، ومن ثم اتبعوا باتجاه أجنبة خارجية كانوا يريدون من خلالها تحقيق مصالحهم ومصالح. نعم سيادة العميد، يعني كيف قبلتم طبعا ببعض الفئات أو الفئات المتطرفة طبعا أو ميليشيات الحوثي في تلك الفترة، هذه الفئات التي أتت لتركب الموجة، كيف كانت الساحة التي تجمعكم، كيف كانت المنصة، كيف كنتم تتقاسمون هذه الفعاليات؟ طبعا بالنسبة للفعاليات واستقبال الحوثيين في الساحات، هم بدأوا باسم شباب الصمود، دخلوا الساحات تحت مسمى شباب الصمود، بدأوا بمجاميع وخيام معروفة، كانوا معهم بعض الشعارات ومكبرات الصوت، كانوا معهم هم لوحدهم الحوثيين، مع يعني عندهم بعض الخيام الكبيرة الذي كانوا يقومون فيها
فعالياتهم لا يحضرون الساحة أو منصة الساحة لأنه يمنعون من قيادة التجمع اليمني للساحة الذين كانوا هم مسيطرين غالبا على الساحة. فكان طبعا بدأوا يتغنون بأن هناك مظالم أبناء صعدة وأن هناك مظالم الجنوب وكانوا يرددون هذه الشعر في الساحة واعتبروهم جزء منهم. فاستقبلوا أبناء صعدة على أساس أنهم لديهم مظلمة الحروب الستة وأنهم عانوا وأنهم قتلوا وأنهم شردوا بسبب النظام ولذلك يجب أن نحترمهم وأن يكونوا بالإنهم. وعلى أساس أن حزب التجمع اليمني للإصلاح لم يكن مشارك في تلك الحروب وعلى هذا الأساس على أنهم ليسوا رغم أنهم هم يعني معروف من الذي قاد المعركة ضد في الحروب الستة علي محسن ومعروف الأمريكان المنطقة الشمالية الغربية هي التي كانت تقود المعارك ومع ذلك هم استطاعوا أن يحتضنوا الحوثيين واستطاعوا أن يضموهم يعني بعد أن أعلن الزعيم علي عبد الله صالح استقالته وقدم العلم في ذاك اليوم المشهود وبدأت الصراعات داخل الساحة بين الحوثيين والإصلاح لأنهم شعروا أنهم خلاص تخلصوا الآن من الدعم الشهيد علي عبد الله صالح والآن يعني حان الوقت لإثبات وجود أي طرف من الأطراف يعني لإثبات وجود أي طرف من الأطراف في الساحة. نعم 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 بالفعل كان كل منهم يريد أن يثبت نفسه في الساحة بشكل أكبر فكانت الصراعات وصلت إلى الاشتباكات بالعصي وبالسلحة داخل الساحة نفسها يعني في أكثر من مرة كان هناك تحدث اشتباكات ليليا وكان هناك تحدث خاصة في ساحة الجامعة وصراعات بدأوا بالصراعات من أجل كل من يريد أن يثبت حقيته بالقضاء على النظام وأنه هو الذي يجب أن يستلم السلطة فبدأت الصراعات فيما بينهم وبدأت المشاكل تبدأ سارة بعد أخرى استمر الحوثيين في الساحة لم ينسحبوا بدأ استلموا الإصلاح وجماعة اسمها عبد الرب منصور هذه السلطة استمروا حتى 2014 وما زال الحوثيين في الساحة يعني لم يزيحوا قيامهم فقط عادوا خيام وعادوا ترتيب أوضاعهم من جديد ومن ثم عادوا بناء أنفسهم وبدأوا بمخيماتهم حول العاصمة وتعلم بعد ذلك ما حدث وبدأت القصة التي أو الدراما التي تتبع طبعا الميليشيات الحوثية بداية من دماج والتساهل مع دخولهم دماج وغيرها. إذن دعني أرحب سيادة العميد وسأعود إليك لنكمل الحوار في هذا الموضوع بالأستاذ عادل الأصبحي عضو اللجنة الدائمة. مرحبا بك. ألو. مرحبا بك أستاذ عادل. نعم أهلا وسهلا كيف الحال؟ الله يسلم حالك. تحدثت أنا وسيادة العميد عن بداية الأحداث في عام 2011 بداية الاحتجاجات وتسليم الرئيس للسلطة وأيضا قبلها كان مسلم بالمطالب وغيرها أتى مجموعة من الفاسدين وأنضموا إلى الساحات وقام الشباب بالترحيب بهم إذن كان الهدف من الاحتجاجات هذه أو ما سميت بالثورة هو إسقاط حزب المؤتمر الشعبية العام ممثل بالرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله. أولا شكرا على الاستضافة للبرنامج وشكرا للقناة على الاستضافة. شكرا لك. ورغم أنني لا أؤمن بوجود ثورة وأؤمن بوجود شباب كان يطمح إلى أو إلى التغيير تغيير أفضل كما كان يقول مما هو فلا وجدنا لا ثورة ولا انقلاب على مؤسسات الدولة بل ولا تغيير يا أستاذ ولا انقلاب بل وجدنا تدمير ممنهج للوطن مما سميت بثورات الربيع العربي ما آلت إليها السلطة وكان الزعيم رحمة الله عليه يخاطب الشباب وعقد مؤتمرا أيضا مؤتمر حوار في تلك الأيام وكان ملبيا لكثير من المطالب التي كان يطالب فيها الشباب حتى أنه توجه إلى الشباب برسالة وقال لهم سوف يسرقون عليكم أحلامكم سيسرقون ثورتكم تعالوا سننفذ لكم ما تريدون تدخل أولئك
أو تلك الميليشيات سواء عبر بالإطار القبلي الممنهج الممزوج بالإطار الإخواني سواء القبلي الإخواني أو القبلي الطائفي الشيعي، والذين كان هدفهم السلطة لا غير، والذين أصبحت الثورة أو ما سمي 11 فبراير دجاجة تبيض لهم ذهبا لهم ولأبنائهم ولأسرهم. اليوم عندما أتحدث عن ثورة أو أحدا يسمي هذه ثورة أو يسميها ما في أي مسمى، نعم، ما هو المنتج؟ أنتجت لنا هذه الحالة التي وهذا المرض وهذا الخريف الذي عانينا منه نحن في اليمن من 2011، مئات الآلاف من الشهداء، نعم، مئات الآلاف من الدماء في الجمهورية اليمنية، دمرت لنا الجمهورية والوحدة الوطنية الوحدة الاجتماعية الموجودة. صحيح. إذن الرئيس صالح، أستاذ عادل، الرئيس صالح قال سأرحل اليوم أو غدا ولكن بطرق سلمية، يعني كان مصر على الطرق السلمية والتداول السلمي للسلطة. أين المشكلة في 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 هذا المطلب بالنسبة للمحتجين في الساحات؟ يا أخي، بالنسبة للمحتجين هناك جهات سياسية طائفية قبلية دخلت في الساحات على أساس هي تريد السلطة لا تريد مطالب الشعب. هذه الجماعات التي دخلت إلى الساحات فبراير هي التي اليوم تعيش في تركيا، هي اليوم التي تعيش في الفنادق، هي التي تعيش في القصور، هي التي تستثمر في المطاعم وتستثمر في المؤسسات وفي الشركات. نعم. علي عبد الله صالح عندما أراد رحمة الله عليه أن يقول أريد أن أسلم السلطة فهو يسلمه أرادها بجانب ديمقراطي، لذلك كان مصرا على أن يكون يستلم الخلف بالصندوق وبانتخابات حتى ولو كانت انتخابات سورية أحادية. نعم. فبالتالي نحن عندما كان علي عبد الله صالح ينهج النهج الديمقراطي، نعم، وكان يطالب بالنهج الديمقراطي في كل الأحوال منذ عام 2009، وكثير من الأحزاب السياسية والإخوانية ترفض عملية الانتخابات ورفضت الانتخابات النيابية إلى، نعم، هذا اليوم أصبح مجلس النواب هو المجلس ذاك الذي أصبح له الصيغة، نعم، الشرعية. أستاذ عادل، نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عادل أصبحي، كنت حابب أنه نكمل ولكن الوقت أزف. أشكرك جزيل الشكر لسيادة العميد جميل المعمري المحلل العسكري، أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الأكارم على متابعة هذه الحلقة، إلى اللقاء.